نروح نشوف مع بعض أيضا لقاءات ما بعد المباراة. الحمد لله على الماتش، يعني التعادل بتاع من خسارة بالنسبة لنا، يعني احنا كنا داخلين الماتش لازم نكسب ماتش بستة بونت، هما فارقين عننا بونت واحد، كنا احنا نكسب نعديهم، بس الحمد لله كابتن شريف كلامه كله كان معانا ان احنا لازم نكسب الماتش، الماتش ده هيفرق معانا بعد كده بس الحمد لله يعني ربنا ما رضاش ان احنا نكسب. هو احنا كنا ماسكين الملعب بعد ما هو اتطرد، بس ما فيش توفيق ان احنا نجيب جوان، رحنا بكذا فرصة ما فيش توفيق. ماتش النهارده احنا كنا نازلين من الاول عايزين نكسب ومش بنفكر غير في الثلاث نقط، واحنا كنا واخدين ماتش الزمالك طبعا هو ليه طابع خاص بالنسبه للناس كلها، بس احنا كنا واخدينه كثلاث نقط يساعدونا في المشوار بتاعنا يعني في الدوري ان شاء الله. الحمد لله في الاول احنا ربنا ما كرمناش ودخل فينا جون، مع اننا كنا ماسكين الماتش كويس يعني وضغطين وبنلعب بشكل احسن منهم من وجهه نظري، ولما كابتن شريف كان بيقعد يتكلم معانا ان احنا بس مش محتاجين غير احنا ننقل في ظل ان الجو حر النهارده زي ما حضرتك شايف يعني، فاحنا كنا محتاجين نلعب كره على الارض ونستاهلها على نفسنا. فيعني الحمد لله لما كابتن شريف نزلني الشوط الثاني ربنا كرمني بالجون اللي جبته الحمد لله، وكان ممكن نجيب جون كمان بس يعني الحمد لله الحظ ما حالفنيش. الحمد لله احنا عملنا اللي علينا، كنا رجاله بس التوفيق طبعا ما كانش معانا الحمد لله، نحمد ربنا على كل حال. بونت احسن من غير بونت، البونت ده هيساعدنا، بس احنا كنا ناويين التلاته بونت ونازلين على التلاته بونت، ده كان كلام الكابتن شريف لينا، الماتش ده لازم نكسبه وهيفرق معانا الماتش ده بسته بونت، لان احنا لينا لسه ماتش، خدنا ماتش باي الحمد لله. يعني نادي الزمالك نادي كبير طبعا، كابتن شريف كان بيحسن على ان احنا نبقى رجاله في الماتش، والحمد لله يعني كان دايما لازم نكون رجاله، لازم نكون قد المسؤوليه، نشيل بعض، بس يعني الكره طبعا معايا مدير فني كبير والحمد لله. الحمد لله على ده، ويعني يعني دي كلها يعني اسباب من عند ربنا الحمد لله، وهو ما كانش في توفى يعني النهارده الحمد لله. يعني واشكر اللعيبه كانت رجاله النهارده، كانت على قد المسؤوليه، بس ما كانش في توفر من عند ربنا يعني الحمد لله. ونفكر في اللي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله. لسه عندنا كابتن شريف يكلمنا، كان احنا كان يعني كان يلزمنا الماتش النهارده، كان يفرق معانا جدا جدا جدا. احنا عندنا سيراميكا الماتش الجاي كان هيريحنا كتير قوي، وعندنا بعد وين جاي لنا هنا، فكان راح يفرق معانا جدا. فالحمد لله صفحه واتقفلت، وركز في اللي جاي ان شاء الله. احنا عندنا الماتش الجاي سيراميكا بره ان شاء الله يعني 3 بونت. والله يا كابتن الحمد لله في الاول وفي الاخر برضك انا يعني انا كنت حاسس ان ده هيحصل اصلا، عشان كده ما رضيتش اروح ورا الجون او اروح قبل زياد، انا ما رضيتش اروح عشان عارف اللي هو هيعملها. فروحت انا بشيل الكوره فرجلي اتفتحت مني جامد زي ما حضرتك شفت. يعني ساعه ما رجعنا يعني مركز جدا 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 على ماتش الزمالك، قال كل ماتشه، واحنا ان شاء الله احنا عايزين 3 بونت، وكنا يعني وكان في استعداد جامد جامد جدا 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 في التمرين، كنا يعني رجاله في يعني في التمرين وامبارح الحمد لله يعني احنا مستعدين جدا للماتش، بس الحمد لله ده ظروف ماتش واللي حصل يعني. يعني احنا كان في استعداد جامد جامد جامد، يعني تحفيز من كابتن شريف، تحفيز من لنا احنا، كل شويه نقعد مع بعض ونتكلم، عاوزين الماتش بقى طريقه والماتش يعني يلزمنا يعني. طبعا الحمد لله تعادل، خدنا نقطه الماتش، بس تعادل بتاع من خساره، كان نفسها في ثلاث نقط، بقى لنا ثلاث اسابيع بنحضر للماتش، بس كانش في توفيق النهارده، صعبنا الماتش على نفسها في الاول ورجعنا ثاني، بس الحمد لله يعني نقطة أحسن من خسارة، بس هي نفسي بالنسبة لنا مكسب، غير كده لا. طبعا كابتن شريف تعب معانا، كابتن شريف جالنا بقاله أسبوعين تعب معانا، حفظنا تكتيك كور ثابتة كورنرات كل ده تعب معانا، خلينا ننفذ على قد ما نقدر كل ده، بس كان شفته توفيق. طبعا النهارده ماتش خلاص صفحة اتقفلت، يوم الجمعة عندنا سيراميكا في سيراميكا، بعد كده عندنا إنبي المنافس بتاعنا، فماتشين بستة بونت إن شاء الله يطلعونا أول، يعني طلعونا اول وحلمنا من اول الدوري البطوله، وقاعدين الجهاز الفني وكل النادي بالبطوله ان شاء الله 2003 السنه دي بتاعتنا.